السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، نتائج مباريات إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي اليوروبا ليج أمس أو بعد انتهاء مباريات أمس الخميس 18/5/2023، ونتعرف على طبعا نتائج المباريات وترتيب الهدافين ومواعيد النهائي بإذن الله تعالى. بالنسبة لنتائج الإياب أمس الخميس 18/5/2023، باير ليفركوزن الألماني تعادل امام روما الايطالي 0-0، وكانت المباراه الاولى على ملعب روما في ايطاليا، انتهت بفوز روما 1-0 على باير ليفركوزن، فكده المحصله 1-0 لروما وتاهلت الى النهائي. المباراه الثانيه اشبيليه فازت على يوفنتوس 2-1، انتهت المباراه 1-1 خلال الاشواط الاساسيه اللي هي الشوط الاول والشوط الثاني، وفي الوقت بدل او في الوقت الاضافي يعني الاشواط الاضافيه اشبيليه سجلت هدف الفوز على يوفنتوس. انتهت المباراه 1-1 زي ما قلنا، احرز هدف اشبيليه سوسو في الدقيقه 71، وهدف يوفنتوس عن طريق دوشان فلافيتش في الدقيقه 65، ثم اريك لاميلا في الاشواط الاضافيه سجل هدف ثاني لاشبيليه في الدقيقه 95. انتهت مباراه الذهاب طبعا بالتعادل الايجابي 1-1، فكده المحصله هي 3-2 لصالح اشبيليه الاسباني، وكده اشبيليه الاسباني هيواجه روما الايطالي في النهائي. نهائي يوم الاربعاء باذن الله تعالى، الاربعاء القادم 31/5/2023، الاربعاء القادم، لا اللي بعده مش اللي جاي على طول، وده قبل دور المؤتمر الاوروبي. دي حاجه غريبه شويه، كانوا عملوا السنه اللي فاتت فعلا، ولكن المفروض السنه دي المفروض دور المؤتمر الاول، بعد كده الدور الاوروبي لان اقوى، وبعد كده ايه المفروض بعد كده دور الابطال، ولكن هم لسه على النظام القديم ان دوري الاوروبي قبل دوري المؤتمرات. المهم ان المباراه يوم الاربعاء 31/5/2023 اشبيليه هتواجه روما الساعه 10 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وخلينا نتعرف على ترتيب الهدافين متابعينا الكرام. صدر الهدافين المركز الأول راشفورد لاعب مانشستر يونايتد سجل 6 أهداف، تساوى معه فيكتور بونيفاس لاعب سانت خلوليزي، والمركز الثاني سانتياغو خيمينيز لاعب فاينورد سجل 5 أهداف، والمركز الثالث أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس 4 أهداف، و لورينزو بلغريني لاعب روما، وباولو ديبالا لاعب روما، وروبن نوتشي لاعب يونيون برلين، ووسام بنادر لاعب موناكو، ويوسف النصير النجم المغربي لاعب اشبيليه، وفيتور كارفالهو لاعب سبورتنج براغا. والمركز الرابع اندريا بلوتي لاعب روما سجل 3 أهداف، وعلي رضا لاعب فاينورد. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.